نرحب بكم، نرحب بكل اللي راهم يشاهدوا فينا ويستناو حصتهم المفضله. نتمنى انها تكون مفضله، هي حصه الايادي الذهبيه على قناتكم الجزائر انوان. كما راكم تشوفوا المطبخ تاعنا المتواضع فيه ذكريات، والذكريات هذوما يخلونا نعاودوا لنولوا للماضي ونتفكروا مشوارنا في هذه الموهبه اللي ربي انعمنا بها، وهي فن الطبخ، واللي يتعد والمرتبة تاعو فن يعني في المرتبة التاسعة. اليوم ضيفتنا إنسانة نحبها بالبزاف وعزيزة عليا، كانت تقرأ عندي، والحمد لله دائما نقولوا التلميذ يولي معلم، ودائما عندنا الخطوة الأولى عندها مراها خطوات. ضيفتنا لها اليوم، إذا حابين تشوفوها شوفوا معنا البيتيار ونعود نقولوا تلقوها معنا. عودنا ولينا لكم بعد هذا الفيديو اللي خلاكم نتمنى تتعرفوا على ضيفتنا لنهار اليوم، اللي هي ضيفة عزيزة عليا وراهي أمامنا وأمامكم. نرحبوا بالشاف نجوى. الله يسلمك نجوى، مرحبا بك عندنا. الله يسلمك. في المطبخ تاعك، مطبخ الأيادي الذهبية. الله يسلمك. وانتي واحدة من الأيادي الذهبية اللي نعتز ونفتخر بها، واللي شرفتي وشرفتني وشرفت الرايل الجزائر، لأنها شاركت في مهرجانات وتحصلت على الله يبارك ميداليات، اللي راح مع الحصة نشوفوا الطبق والأطباق اللي راح تحضرهم ونشوفوا حكاية هذه الميداليات اللي راهي إن شاء الله أمامنا. مساء الخير عليكم، يعني مرحبا بي عندكم، والحمد لله يعني شرف ليا اللي راني معاك تاني هنايا. وبيان سور عندنا حكايه وحكايات اللي راح المشاهدين يشوفوها معنا ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تشوفوا الارقام اللي راهي اسفل الشاشه، تتصلوا بنا تسقسونا، تتمنى وصفه تشوفوها معنا ان شاء الله. احنا رانا في خدمتهم وان شاء الله يشوفوها ونحضروها. وعندكم اسئله للشيف نجوى راهي تاني هي حاضره باش تجاوبكم عليها ان شاء الله. نجوى واش راح نديروا ان شاء الله اليوم؟ اليوم راح نديروا الغولي بالفرماج والزيتون، يعني احنا نقولوا ما نقولوش طاجين زيتون، راح نديروا شغل غوفيزيتي الطاجين هذا الزيتون، ونبداو المقادير ان شاء الله يا رب. تخي بيان، واش هذا الطبق هذا واش لازم المقادير اللي كتحكي عليها؟ يعني المقادير عندنا عندنا اللحم مرحي، عندنا زروديه، عندنا الزيتون اللي كنا طيبناه شويه في الماء، بون ولا جا كما قال مر نديرو له شويه تاع سكر، ولا ماشي مر نعاودوا له نغلوه دو فوا تخوا فوا. عندنا دو كويير تاع لا شابلور، عندنا الفرماج، عندنا البصل، عندنا مغرفه تاع زبده، عندنا الملح، وعندنا فلفل بيسك راح نديرو لاصوص بلونش، نديرو فلفل الابيض، وعندنا شويه كركم، وعندنا شويه زيت، وعندنا شويه ثوم مرحيه. تري بيان. انا شوف بلي لا فيوند راهي مقسمه على زوج، هنا راح نديرو نفارسيو بها زروديه، يعني احنا زروديه كنا توجور نقطعوها دي غوندال، بعد وكاتك راح نفارسيوها. الله الله عليك يا نجوان. نجوى راكم تشوفوا اليوم طاجين الزيتون، راح ترجعوا مسيو طاجين الزيتون باللمسه تاعها. ما نطولوش عليكم، نحضروا ونبداو في طريقه التحضير. ايوا لازم لك نجره، لازم نجره راني نجيبها لك. هلا نبداو المغرفه برك. المغرفه نبداو شويه نديرو الزيت. نديرو شويه بصل. انا نشعل حطيه بعد بروبليم نجوى. نتمنى من اسماء يعني لا جورناليست اللي دائما ترافقنا تجيب لي البريكي من عند اسامه. ايه كملي ما نضيعوش الوقت. ما بدي تجيب لنا اسماء البريكي. هنايا البصل وشويه تاع الزيت يتقلاو. يعطيك الصحه. الوغ واش عندنا؟ عندنا البصل والزيت يتقلاو، نديرو شويه فلفل ابيض، شويه كركم، وشويه ملح. لا أسامة ماك رجحوا لك. واش لازم دوك نديرو شويه تاع فلفل ابيض الصوص. طريقه سهله اللي تعودتوا عليها وتعرفوها اللي تربينا عليها وشفناها من امهاتنا جداتنا، دائما البصل الزيت لي زيبيس
منفضل دائما 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 نحركو بأون سباتول أون بوا. هلا انا كلش كاين نجوى انت امري وحنا مالينا غير نحضروا لك واش راكي حاب نسلمك. فوالا نبداو دوكا تيك فلافارس باش نبداو نديرو شويه لازم لك ريسيبيون ريسيبيون نجيب لك واحد نبداو الشوي دوكا تيك في لو فيونداشي انا خلي لي هنايا نقلي لك البصل وانتي تهي تما داكور الوغ خليتي الكميات مقبلات تاع تاع بلونت بولي ولا لا فيونداشي ولا واحد واش يحب واش يحب واش يحب فوالا واش يحب واحد والدوق تاعو فوالا نعاودو لي زيبيسي درناهم في الوسط ونعاودو نديروهم هنايا اللي هما الفلفل الابيض ابيض وعندنا زعفران وعندنا الملح سي سا هذا هو وشويه ملح. اليوم شاف نجوى راهي معنا راح تقدم لنا طريقة جديدة ولمسة جديدة في تحضير طاجين الزيتون. طاجين الزيتون يندار بلي مورسو دو بولي ودايما فيه زرودية وفيه الزيتون، لكن اليوم حتكون طريقة جديدة. طريقة جديدة. الدجاج ولا اللحم راح يكون مرحي، احنا هنا ما ياخذش وقت في الطياب. ما ياخذش وقت في الطياب. زدنا شوية تاع البيض باش يحكم لنا لافارس تاعنا. فوالا دوك نسبقو قبل نعمروهم. جيب لك طبسي تحطي فيه. نعم نجوى. نعم انا مدابية انتي تعمري وتحشي في الزرودية وتحكي لي على اول ميدالية ونروحوا لثاني ميدالية والثالث ميدالية باش نعرفوا باللي الايادي الذهبية واحد ما ياخدش هاد اللقب غير هكذا كبرك. حاجه ما تجيب سهله حاجه ما تجيب سهلة. لازم العبد يتعب لازم وما يقولش عييت لازم يتعب باش يلحق واش حب هو خطر حاجه ما تجيش بالسهله يعني صح. حاجه ما تجيب سهله. اول ميداليه ذهبيه اللي ديتها انا كنت شاركت في المهرجان في المسابقه تاع بجايه تعب جايه تما اللي ديت اول ميداليه ذهبيه يعني في الحلويات التقليديه ومن بعد ثاني ميداليه اللي افتخرت بها يعني من ايادي ذهبيه اللي شاركت بها في المهرجان ايادي ذهبيه تاع زيغالدا هذيك اللي يعني شاركت فيها وديت ميداليه ذهبيه في الحلويات وفي الطبخ ما شاء الله في الحلويات التقليديه وفي الطبخ التقليدي يعني كنت شاركت تما وكان عده دول تما شحال 18 دوله ونهار كي حطيت لهم انا شاركت بالسفه يعني السفه الجزائريه اللي هي بالمكسرات والعسل وكلش درت لها المكسرات وكامل يعني شاركت بها ونجحت يعني وديت ميداليه ذهبيه وديت يعني الحمد لله. نجوى ندير الماء شويه مرقي شويه باش نديروا اها الوغ هنايا نمرقوا شويه ونعاودوا نروحوا للوصفه ونروحوا مع داك الميداليه الثالثه هنا ولا الثالثه هنا راهو يسخن داكا واش راح نديروا دوكا تيك نعاودوا دوك نديروا شويه نحطوا الزروديه تاعنا طيب فوالا الزروديه هنا بعد ما نقيتيها نقيتيها فوالا درتها كيما نحنا نديروا يحني زمان تاع الدولمه فوالا وعندنا هنا الزيتون كان اسطى كان مغلي وطايب دخل له نص طياب نعاودو ثاني نوسوه عليهم. هنا الزيتون كل وحده وطريقه تاعها باش نحيلو هذيك الملوحيه اللي فيه كاين اللي يبدل الماء بارد غير من الغوبيني واحد 5-6 خطرات باش ينحي ويديغورش هذيك الملوحيه كاين اللي يدير له مغرفه تاع الملح ثاني في الفرينه كاين اللي يغليه كل واحد والطريقه تاعو انا نقول لكم الطريقه تاعكم كامل ملاح كل واحد واش يحب يتبنى طريقه اللي تساعده فوالا وكل واحد واللمسه تاعو هذه كل واحد واللمسه تاعو حنايا طاجين زيتون حنا نديروه ثاني توجور دبلجاج توجور يعني عاصمي يبان يعني مي دوكا تيك ولينا يعني كل حاجه نحبوها كل حاجه رابيد انا كل حاجه نحبوها رابيد يعني كل حاجه يعني هنا نزيد لك شويه الماء زيدي ليها مرقه شويه باش فوالا هذا ونخلوه بغردو وراحت راحتو ودايما طيب تاني نقولوا ما نمرقوش حتى يولي شرورو دايما المرقه ولا الماء كي نمرقو دايما يكون اللحم ولا الخضره ما تتغطاش تتغطى يعني بصح الفوقاني يقعد باين
الوغ هنايا نغطيو ونخلوها وتهنينا من العسوس ونروحو اللي هو نروحو لغولات ولا الغولي تاعنا لازم ريسيبي واحد اخر راني هنا قولي برك فوالا يعطيك الصحه دونك نديرو الفيونداشي تاعنا عطيني لهنا تعيشي هنا واش قلنا مع الاول حنا قلنا ثاني لي زيبيس اللي درناهم في لاصوص نعاودو نديروهم هنايا اللي هما الفلفل الابيض الفلفل الابيض والزعفران والملح والملح وتعطيهم لي لهنايا فوالا خلاص كملنا بهم خديا وهنايا نديرو دو كويير تاع لا شابلور لا شابلور هي اللي تشد لنا لا شابلور راح تزكينا اللحم الملحي تاعنا ولا الدجاج الملحي وراح تمد لنا هذيك الطراوه اللي كي ناكلوه مع لافا نحسوا بلي حاجه طريه باسكو ما يخفالكمش بعد ما يتندى ويدخل في المرقه راح يشرب ويولي طري هو اللي حيطري لنا ثاني اللحم ولا الدجاج كيكون مرحي فوالا ونزيدو لهم هنا شويه تاع الزبده مغرفه صغيره الزبده كنزيدوها في لي فارس هذه على الطريقه الاصيله التقليديه تاع جداتنا فوالا دائما اللحم الملحي ولا الدجاج الملحي يديروا له هذيك المغرفه تاع الزبده وبيان سور نطموها بالبيض كنا كي بون على حساب لا كونتيتي تاع اللحم ولا كانت لا كونتيتي كبيره بيان سور راهي دير لا كونتيتي البيض حتى الحبه زوج وكي تكون لا كونتيتي صغيره توجور هذيك الحبه تاع البيض توجور نضربوها ونقسموها على زوج سي نورمال وعينكم هي ميزانكم ودائما اليد هي اللي تحس حنا قدامكم انا نستعملوا المغرفه باش ما نمسخوش بيان سور يدينا لكن في الدار اكيد كل وحده فيكم راح تستعمل يدها وتحس خير وخير بيان سور ما كاش كيما حاجه تمسيها بيدي سي نورمال سي نورمال كيما قالوا وحده في اليدين فوالا في اليدين فوالا دوك هكذايا نشدو البابي فيلم نجيبه لك ها هو هنايا من تحت معاه مقص نحي لك البيض هذا معدنوس مع الاخر نزيد لك الزبده باش كي نقليو البصل تحقيه تحتاجيه ولا لا لا سي بون لا لا المشكل تاع كل واحد فينا ما عندناش طفارتين يدخل الكوزينه ويحب الطبخ دائما الطفارتين تلقيهم ما كاش انا يطولوا شويه برك نولي ما نحملش روحي هاي الحمد لله توجور افون واش كنتو تشوفو كنتو دائما حنا كي نديرو لي غولاد ولا باغ اكزومبل نديرو كي على الطريقه تاع اللحم المرحي كي يكون في الفوق كنا نديروه بالالومنيوم دوكا لازم ان بابي كويسون ولا كاريمون بابي فيلم ومن بعدك باش نديرو بابي الومنيوم على فا بابي الومنيوم مليح نبروتيجيو به الماكله تاعنا تقعد سخونه ونظيفه لكن باش يدخل الفوق راح يولي اوكسيدابل يعني راح يكون فيه اون ماتيير كونسيريجين اللي تضر صحتنا وبعد الشر تخلي امراض واحده اخرى اللي تصيبنا وحنا نديروها بيدينا فوالا هاكو كيما راكو تشوفوا درتي دوبليته سي سا دوبلينا طيب يا فوالا نشعل لك الفوق ماشي الفوق نوال اختي دي لي نيجرا باش نديروها ديراكتومون في الماء نيجرا وحده اخرى نيجرا صغيره باش نديروها هذه في الماء قيس ما يتشد روحو هذا باش نعاودو نوسو في الزبده وشويه زيت تري بيان ما كاش مشكل دوك نجيب لك نيجرا وحده اخرى نديرو شويه الماء نديرو نحلوه كامل هكذا
هاد الكيفيه هادية نجوى يديروها بزاف الاعراس في الشرق في الغرب حتى في الوسط ولا بزاف يديروها فوالا هذه كثره ثاني تيديروها صحاب الشرق وهما ثاني تيديروا ما يديروش زروديه يديروا واسمو شامبينيون بلاصوص بلانش يعني بلا كريم فريش والغولي هذايا يعني راح هنايا تكون اونتر تراديسيونيل والمودرن فوالا فرماج فوندو الكميه اللي عندكم الكميه اللي تحبوها الكميه اللي تحبوها نتوما فوالا ونقعدوا نروليو فيها هكذا تلفي عليه وتغطي هذاك الفرماج حتى يتغطى كيما قلت لكم نشوف نحب نشوف مليح كيما تشوفوا نتوما الله يبارك خبيا يعطيك الصحة أنا واش نقول لكم هاد لا ميثود اللي دارتها نجوى تقدروا وليو ديروها في الماء مغلي ديروها تفور فوالا يعني دوك نتوما كي ديروا الشريبه الله الله الطيب ولا قديره دائما الكسكاس كيكون من الفوق وانتوما ما ديروش الماء واحد اخر من الفوق حطوا هاد البودان تاعكم وخلوه يفور باش افيك اون بيير دو كو دائما ما نضيعوش وقتنا ونعرفوا كيفاش في المطبخ ما نديروش لا فيسيل وثاني كيما نقولوا ما نخرجوا ولا نريحوا الناس كاين بزاف اللي يدخلوا للكوزينه نجوى يباتوا فيها لا صح هذيك علاش يباتوا فيها خاطر شغل ما يعرفوش يعني شغل ينظموا روحتهم ولا يعرفوا شغل ينظموا روحتهم ولا كل حاجه فاسي كل حاجه سهله بيانسو. كل حاجه عادي هي وحنا الدور تاعنا اللي ما يعرفش نورو له ونقولوا له بحكم التجربه بحكم رانا في الميدان دائما احنا هذا يعني هاد النصائح نمدوها لكم مع كل التدابير اللي تشوفوها في الحصه تاع الايادي الذهبيه هنايا يعني كملنا دوكاتك فوالا هنا كملنا البودان تاعنا دوكاتك نستو غير يغلي برك الماء نديروه لداخل وكي يبدا يغلي هنا دوكاتك تشوفوه صافي حتى يطيب يولي كامل بيض ومن بعد تنحوه من الماء وتوسوه فوق في المقله نديروا شويه زبده شويه زيت ونقلي ويكون طبق تاعنا ان شاء الله كما قال يكون قريب واجب انا هنايا مقبل ما ندير الفاصل ونروح للكيفيه الثانيه نخلي نجوى تفكركم في لاولاد اللي دارتها وتفكركم في لاسوس اللي دارتها باش نروحوا للطبق الثاني وجدوا ورقه وستيلو وان شاء الله الكيفيه هذه ما تنساوهاش ان شاء الله يعني وكيفيه يعني ولا غير سهله يعني تاع رمضان ديجا مي حنا في رمضان يعني ما لازمش ناكل حاجه ثقيله ولا حاجه صح. لا غير حاجه يعني خفيفه هنا درنا المرقه تاعنا لاصوص بلانش درنا فيها البصل ودرنا فيها الزروديه نو درنا فيها البصل شويه زيت ودرنا مغرفه تاع زبده وقلينا هذاك البصل ودرنا فيها الزروديه اللي كنا فخسيناها ودرناها بلا فيون داشي ومن بعد رمينا الزيتون اللي كنا غليناه دو فوا في الماء ومرقناه دوكا تخليناه يطيب دوك وهذا يا الاولاد دوك نوسوه في يتغلى في الماء كما قال شيف نوال ما تديروش في الماء تقدروا تفوروه وكي يعني ديروه كيما حبيتوا اي فوالا تري بيان يعني لي دوس فوالا لي دوس تري بيان حنا دوكا واش علينا نديروا هاد لاغولاد في الماء بعد ما يسخن ونخلو لاصوص واللي هي كانت فيها زروديه والزيتون الطيب واللي مالا نشوفوا لاسيستانت تاعنا كاتيا نديروها في المطبخ تاع التحضيري باش يكون لو بلون تاعنا دائما نقي دائما نقابلوا به ضيافنا وناسنا واللي يحبونا ويشوفونا بطريقه ولا بالبلون دو ترافاي دائما ما كاش كيما دجا ما كاش يعطيك الصحه ما كاش كيما واش نقول لهم بعد الفاصل ان شاء الله يا رب تري بيان كيما قلت لكم نجوى بعد الفاصل هانا راجعين عاودنا ولينا لكم بعد ما خلينا طاجين الزيتون وغوفيزيتي بلمسة الشاف نجوى يطيب في المطبخ التحضيري تاعنا وحنمولوا الوصفة الثانية اللي أنا عجبتني وأكيد إن شاء الله ونتمنى أنها تعجبكم اللي هي الشاورما يعني بطريقة يعني تانية توجو حنا نديرو يعني لمسة عصرية يعني توجو حنا دوك هاديك الشاورما حنا نشوفوها يعني برا ويحبوا ياكلوها ويحبوا حنا دوك نعطي لهم أنا كيفاش راح نديرو لاباط تاع
الشاورما تاع الخبز الشاورما اللي هي كاين اللي يسميه كاين اللي يدير العجنه ولا بريباراسيون تاع فاخيتاس كاين اللي يحب يديرو تاع تاكوس كاين اللي يحب كيما يحب فوالا يعني ليسونسيال هذا هو كل واحد كيفاش يحب يدير كل واحد كيفاش يحب وحنايا دوكا تكمين في العرس راهم يعني ديمونديو فيهم تانيت يعني في الحفلات يعني في مناسبات هم يديروهم لي ميني شاورما اللي هما سي دي سالي هكذايا يعني نديروا العجينه نقسموها بهذا المول هما يجوا صغار يعني متحفين يعني ما شاء الله وهذا ما يعني باش يعرفوا الوصفه ولي زانغريديون ولي ميزور فوالا عندنا حنا 250 غرام تاع الفرينه عندنا شويه ملح وشويه خميره تاع الخبز وعندنا الزيت ما فيها والو هذه ما فيها والو يعني دوكا تكري تقولوا له حنا زك يروحوا برا ياكلوا داك اللوز هذاك يعني ها لي زانغريديون يعني شويه تاع الفرينه وكما قلتي فوالا والزيت وملح وشويه تاع الخميره يعطيك الصحه نبداو على بركة الله عندنا شوية بسم الله عندنا شوية ملح نديرو شوية خميرة قلت الفرينة شحال درتي نجوى عندنا 250 250 غرام تاع فرينة وعندنا برك زوج مغارف تاع الزيت نجيب لك مغرفة ولا ديري عينك يا ميزانك بحنا انا دائما نستعمل الكوب الاولى والثانية فوالا ها هي حنا توجع عندنا المقارنة متعودين بسم الله سي بون هاي ليك الاولانية وهاي ليك الدوزيام يعني حنا متعودين ديجا نجوى كانت بارمي لي ستاجير تاعي من عام حسبي شحال نوال صافي صافي في لونطون يعني صافي لونطون هي كانت من متربصات اللي كانت في المدرسه والحمد لله كانت دائما بلاصتها كي ما تكونش ولا كي تغيب ولا كي يكون عندها يعني شغل دائما نحس لها كانت دائما تحب تتعلم تحب تشوف تحب تسقسي والحمد لله اليوم ولات عندها مدرسه تاعها ولات ثاني تعلم وهذا هو الشيء يشرفني ويفرحني ان شاء الله يا ربي كل واحد يتعب ينال كيما تعبت نجوى وكما تحبنا احنا وان شاء الله انتم على صحه عليك انت ثاني تلاقي واقفه معنا ولي شجعتينا وعطيتينا كما قال الفرصه يعني شحال من وحده وشحال من تلميذه اللي خرجت من المدرسه ديالك دوكا ولات تتعلم ولا تشاف ولا واجب تاعنا يعني يعطيك الصحه واجب تاعي انا درته وان شاء الله الواجب تاعكم انتم تزيدوا ديروا ان شاء الله ان شاء الله في طريق ان شاء الله يا ربي العزيز ان شاء الله مغرفه برك مغرفه صغيره كبيره الوغ ما تحتاجش يعني العجن بزاف شويه ماشي الوغ هنايا ما تحطوا ما تحتاجوا بيترين ما تحتاجوا انكم يعني تعبوا روحتيكم والله حاجه يعني سهله وحاجه بسيطه يعني والعبد يديرها في داره وياكل حاجه نقيقيه وياكل حاجه يعني ما شاء الله حاجه خدمه اليدين ماشي كيما يعني بيان سور ولي زوغ لي زانتوكسيكاسيون راهم دايرين حاله خاصه في الصيف اللي دائما ناكلوا من برا والحال كيكون سخين سخون يعني يدور الحال الماكله ولا حاجه اللي تكون تتباع برا حتى يمكن نشروها في الطريق مع السخانه قادره تخسرنا صح صح وقيلا عندنا مكالمه الو تفضلي نجوى قولي وشوفي شكون الو 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 مساء الخير شكون معنا الو 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 وقيلا انقطعت المكالمه الو اني نسمع نعم مرحبا الو وي اني نسمع شكون معنا مساء الانوار الو للاسف انقطعت المكالمه نتمنى ان شاء الله اللي راهي تتصل بينا تعاود ماذا بينا احنا تاني نهضروا معها ونحكوا معها ونشوفوا رايها في الحصه ان شاء الله تعاود وطلبتها اكيد ان شاء الله تعاود وانتم اللي راكم تشوفوا فينا حبيتوا تتصلوا بينا تحكوا معنا تطلبوا منا وصفات ما عليكم غير تتصلوا على هذا الرقم اللي راهو اسفل الشاشه وحنا رانا في خدمتكم مرحبا بهم سي سيغ اكيد على عيننا وراسنا هما راس مالنا فوالا هكذا المخلص سي مخلص تري بيان الوغ نرجعوه نخلوها تريح ولا سيغ بلاس نقدروا نبسطوها ونطيبوها لا لا احنا غير نديروها برك نخلوها تخمر تخمر لا لا نطيبوها ديراكتومون ديراكتومون ناول اختي يعني نسيت انايا الخميره هنا معليش يعني شوفوا يعني الاخطاء هادو ما كي تنساو هكذا يعني ما فيها باس ما فيها والو نزيدوها شويه ونحرحروها شويه تاع الماء تاع الماء خليها فوالا نزيدي شويه تاع الماء هكذا تسهل عليك شويه فوالا
هنا كاين اللي ينساو الخميره وكاين اللي ينساو ثاني الملح بزاف ترى بزاف بزاف ينساو الملح خاصه الواحد يكون صايم نحكي لك شا قادر ينسى حاجه لا بلوز امبورطون ينساها انا الملح جوا واش درت نقيت الجلبانه كنت صايمه وباش نرمي الماء ونصفيها ارميت الجلبانه قولي الماء ايه فوالا انا صافي راكي تلمي طميها برك طميها خاطر هذا الخبز هذا ما لازمش يتنعجن خاطر ولا فات يتنعجن يولي مسمن ولا يولي كاش حاجه ولا يعني الوغ هنايا نوجد لك يعني مقله اللي تكون فوق النار اللي تقدر نطيبوا فيها فوالا نطيبوا فيها هكذا يا دوك هاتيك الخبز تاع الشاورما رانا عجناه يا اخي يعني درناه بالمقادير يعني جد بسيطه وحنا نشوفوه توجو حاجه غاليه في الزنقه ندير يعني درناها هنايا فوالا هاي اللي دوك نطيبوها هكذايا طيب يا هنا بعد ما يطيب واش راح نديروا له حنا دوك هاتيك من بعد ما يطيب عندنا لافارس ديالو لافارس تاع الشاورما لافارس تاعو اسكو نخليوه هكذا ولا نغطيوه لا لا غير نحبك نديروه في يعني في ساشي ولا ولا التورشون ولا التورشون فوالا التورشون هكذايا باش يقعد توجور طري طيب النصيحه هذه اللي حبيت نقولها لكم انه دائما لازم يتغطى يتغطى خاصه تاع الشاورما علاش يو كان تخلوه الهواء راح يبس وما تقدروش تلفوه دائما من مقله ولا من لا بلاك ديريكتومون السيرفيات اوميد ولا ان ساشي اليمونتير وتخبوا لي غالات تاعكم ولا خبز الشاورما فاغيتاس ولا التورتيا ولا بهذه الطريقه حنا الشيف نجوى حضرت من قبل اون كونتيتي تاع الخبز راهي واجده وانتم كي تكون عندكم مناسبه من الافضل تحضروها تحضروا هذا الخبز من قبل شفتوه توجر من قبل بسمانه علاش لا ما عنده ما يصرالو وتخبوه كي يلحق الوقت ديروا غير هذيك لافارس اللي في الاخير تتبدعوا تحضير سهلوا على تاني تاع خدمتهم تاني كي يوجدوا كل حاجه يعني يعني كل حاجه تجيهم سهله فوالا هاوليك حنايا انا هنا خليني نعسو وانتيا دائما نحب انا البلان دو ترافاي تاعي يكون نقي يعطيك الصحه وهذا ما راهوش لو بلان دو ترافاي تاعي راهو لو بلان دو ترافاي تاعكم يعني كامل نسالو فيه اهو سي بون انا بابي فيلم نحطو لداخل ونجوى تحضر لنا لافارس اللي راح تكون تاع الشاورما بسم الله انا يقولوا لي كامل تمسي سخون ما يحرقكش ولفنا وانا دائما نقول لهم كما كانوا يقولوا جدتنا زمان واش كانوا يقولوا يقول لك اللي ما يحملش حاجه سخونه ما يحملش يشد السر شتي ايوي هذه ماشي انا اللي قلتها دوك نعطيك مغرفة صغيرة نعم صغيرة الو حنايا كما راكم تشوفوا حنا دوك واجد خبيناه وحطيناه ونهار نحبوا نستعملوه نجبدوه كما دارت نجوى حضراته من قبل جابتو بارد وراهو امامكم ولا فاخس توجدها بالراحه ودير المونتاج تاع شاورما ولا الميني شاورما جينيرالمون حنا في مثل رمضان ولا الصيف ولا دائما نحبوا الشاورما ونديروها وخاصه كي دائما البراك يكون حاضر على مائده رمضان تاعنا ولا حتى في الصيف مادابينا ولا حتى في اعراسنا نقدروا نعوضوها
بالشاورما سورتو كي الزيت اللي عنده الكوليسترول ولا اللي يحب ينحي شويه تاع الدم ينقص الدم يدير كاريمون شاورما. دوك هاتيك واش عندنا لا فارس حنا باش يعني ضيق الوقت برك يعني هنا طيبنا هنايا عندنا هنايا شرائح تاع الدجاج ولا تاع الدند يعني كي قطعناها طيبناها بشويه تاع الزيت شويه ملح وشويه درنا شويه كركم نواختي هادنا شويه كركم باش عطاتنا ثاني هاد لا كولور تاع وعندنا ثاني فيها التوابل تاع الشاورما يعني كاين فيها التوابل تاع الشاورما فوالا وحنا عندنا يا شلاضه وعندنا طوماطيش وعندنا البصل وعندنا شويه تاع وحنا مايونيز اختنا ول هذه مايونيز تاع خميزة نو خدمتها تاني في الدار يعني نعطي لهم لا غوسيت تاع المايونيز هي ديري حبه بيض ديري زوج حبات تاع فرماج ديري شويه توم شويه تاع لا موتارد وتخلطيها بالبغا ميكسور تري بغا ميكسور وديرها طلعيها بالزيت خبيه انا لهاد الطريقه تاع تحضير المايونيز نعطيكم نصيحه ودائما في حصه الايادي الذهبيه نحضروا اطباق وميم طون نعطيكم تدابير نعطيكم نصائح باش تنجحوا في الوصفات تاعكم دائما لو بغا ميكسور كي تستعملوه طريقه سهله وخفيفه وتمتم تحضروا بها المايونيز لازم لكن تشوفوا لو بغا ميكسور تاعهم لو بغا ميكسور كي طلعوا عليه من تحت وهذاك اللي طلع ولا اللي يرحي كي يكون لداخل هنا طريقه تاع تحضير المايونيز بالبغا ميكسور مش تنجح لكم لازم البغا ميكسور هذاك اللي يرحي يكون حابط تما اللي راح تضمنوا باللي الوصفه حتنجح المشكل كيكون دائما في البغا ميكسور راح يكون اللي ترحي هذاك الموس اللي يرحي لازم يكون حابط لا يكون داخل هنا مش راح ينجح لكم انتوما دائما شوفوا البغا ميكسور تاعكم باش تحضروا المايونيز بهالطريقه نبداو فوالا واللي ما يحبش يدير لا مايونيز يدير صوص ميزون يدير فوالا صوص ميزون فرماج فوندو كل واحد واش يحب يحضر هذا كامل يولي ادواق ادواق فوالا ادواق نجوى انت يا دوكا حكينا على مايونيز وحكينا على لي زانغريديون راح يكونوا في شاورما عمري وحكي لي على لا ثوازيام ميتا كنت غير فاس صغيره اختي كنت زيدي حد زيدي قولي لي وحكي لي يعني وهنايا درنا لهم بيان سور الملح و هاني نستنى نجوى نعم هاني نستنى تحكي لنا على الميداليات الذهبيه هذوما اللي حصلت عليهم انا يعني شاركت في المهرجانات شاركت يعني في المسابقات يعني والميداليه الثالثه في المسابقه يعني تاع الطبخ والحلويات يعني انا توجور يعني توجور في الدومين تاع الطبخ والحلويات يعني في الحلويات التقليديه اللي ديتها الميداليه الثالثه تري بيان كانت لوكازيون مناسبه توجور اللي درناها في من يا فكريني فكرك معليش كما نقولوا نعدرو شاف نجوى باسكو راهي تبريباري وراهي اون فاس لي كاميرا وراهي المباشر ماهوش حاجه سهله نذكرها معليش انها كانت سيتي لوكازيون تاع يناير اللي درناها مقبل الكوفيد كنا فرحانين وكنا دائما ناشطين لكن مع الكوفيد وابخي الكوفيد رجعنا دائما يعني نيفيتي التجمعات ونيفيتي وهاد المسابقات والمهرجانات باش نحافظوا على صحتنا اكيد لكن هذا ما يمنعش ان متباعدين شويه ولا تلاقينا ناخذ حذرنا ولا واش قال صح جوة. عندك الحق ماشي زعما تكي الكوفيد هو اللي فرقنا ولا هي كما قال صحه بنادم ولا صحه بنادم هذا ما كان وان شاء الله ربي يعفو علينا ان شاء الله وربي ان شاء الله يرفد علينا هذا الوباء هذايا ونعاود نولوا كما كنا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي العزيز فوالا عمرتهم بالطبع يعني الوحده راهي تكفي وتوفي ما شاء الله مساك اللي راكم تشوفوا فيه وبها راه يوجد في روحه يمضي المواس
الوغ هنايا شفتوا طريقه التحضير تاع الشاورما، طريقه سهله وبسيطه. وراه كيما نقولوا انايا دائما حاجه كي تكون سهله نقول لكم ان جو دونفون، يعني لعبه تلعبوا بها في الدار، تفرحوا بها اولادكم، ودائما بالراحه ودائما بالمتعه ودائما بحاجه اللي تمدوها وتفرحوا بها اولادكم، ما تحسوش للتعب تاعها. شفتوا حاجه صحيه اختي نوال، شفتوا حاجه تكون حاجه صحيه، يعني ما تخافيش كليها انت وتزيدي عطيها لاولادك، يعني ما تخافيش. سي نورمال. حنايا دوك نخليك تكملي لا سويت تاع ميني شاورما، ونقولوا اللي راهم يشاهدوا فينا فاصل قصير، ونعاودوا نولوا تشوفوا الوصفه الثالثه اللي حضرتها لنا الشيف نجوى. ودابري واش راني نشوف راح تليق بزاف في رمضان وفي سهرات رمضان. ملا اني شهيتكم، وبدا بيا تقعدوا معنا وما تروحوش بعيد. عودنا ولينا لكم بعد ما كملنا شاورما، وشاورما شفتوا طريقة التحضير تاعها، ولا فارس اللي كانت بالبلون بولي كان حضراته بطريقة سهلة. أنا تاني زيد نقول لكم إذا ما عندكمش بلون بولي، إذا ما تحبوش تاني الدجاج، ولا ما عندكمش كاريما ماشي حاضر، تقدروا بالكاشير مراد، ولا باتي اللي عنده، ولا الأنواع اللي يتميز بها أديروها في بلاس بلون بولي لا، وتحصلوا على شاورما بنكهة كاشير مراد، ولا باتي تاع كاشير مراد. الو حنا نروحوا للوصفه الثانيه اللي الثالثه والاخيره اللي قلت لكم عليها، واللي هي خليتها لكم سوربريز بصح دوك راح تعرفوا عليها، اللي هي لي بابا. لي بابا يعني تاع الجوا لا يعلى يعني عليه، والله يعني ما شاء الله، يعني جميع الناس يعني اللي داقهم واللي كلاهم يعني ونأولهم. الله يسلمك، واني حنعاود لهم يعني المره الثانيه ان شاء الله. تري بيان. واش عندنا لي زانغريديون؟ يعني ثاني لي زانغريديون توجور، يعني عندنا الفرينه، وعندنا حبه بيض، عندنا شويه زبده. شحال الفرينه؟ شحال البيض؟ عندنا الفرينه عندنا 250 غرام تاع فرينه، عندنا مغرفه تاع سكر، عندنا مغرفه تاع زبده نديروها في الاخير، عندنا حبه بيض، ونجمعوا الفرينه تاعنا بالماء. وعندنا الخميره فيها. فوالا والخميره. الخميره فيها. معليش انا شفتين اختي كي نجوى؟ قلت لك انت تبداي نكملوا. فوالا احنا دوكا نبداو نحضروا. اسحاق يروح يشوف رانيا، سي سا؟ نعم. رانيا ويقول لها تجيب لنا الخميره، اسحاق روح شوف رانيا وقول لها تجيب لنا الخميره. فوالا راني نشوف حاجه خاصت. تري بيان، نبداو ما نعطلوش. شويه ملح واعطيني برك مغرفه. نجيب لك الملح. ومغرفة. فوالا. الوغ قلنا 250 غرام تاع الفرينة، حبة بيض، مغرفة تاع خميرة، وعندنا مغرفة تاع من؟ مغرفة تاع السكر، وعندنا حبة بيض في 250 غرام، ولا كي نديرو زعما ديك لا كونتيتي كبيرة توجور نضعفو المقادير، يعني عندنا المقادير توجور نضعفوها، أنا درت لكم غير مقادير صغيرة. عندنا بون الملح. نجوى ما درتيش فيها لا فاني، ما درتيش فيها الزيست سيترون، خاطر عندنا حنا لي بابا يحبوا بزاف زيست سيترون، ريحة الليمون، دوك نقولوا وسمها تجيب لنا دائما لي بابا فيهم هذيك زيست دو سيترون ولا دورونج، ولا حتى كي يكون ما عندكمش كامل ديروا شويه تاع المزهر. مزهر لالا مريم راح يكفي، لانه ديجا خلاص سي با راه نقول لهم جيبوا. انا نحيت لك لو زيست دو سيترون، كنت حابه اليوم ديري لنا لي بابا بقطيره ولا مغرفه تاع المزهر، ماء الزهر ولا ماء الزهر البرتقال. ايه تاع لالا مريم، يعطيك الصحة. الله يسلمك. الوغ تحضير تاع لي بابا راح تكون بطريقة سهلة كيما عودتكم دائما الشاف نجوى. داكوغ. واش نمد لك؟ مغرفة تاع مازال ما جبتنيش برك الخميرة تاع الخبز. الخميرة. عندنا مغرفة تاع الخبز، ونزيدو هنايا الحبة بيض. حبة بيض في 250 غرام تاع فرينة. ديرو حبة بيض كاملة. وشويه تاع الملح، ومغرفه تاع مغرفه تاع الخميره اللي راح يجيبها اسحاق مازال ما قال. مغرفه خميره، مغرفه سكر، ونص مغرفه تاع الملح، وحبه بيض، وكي نعجنوها بالماء مع الاخر نزيدوا لها مغرفه تاع الزبده. تري بيان. ونزيدوا لها هذا يا اخي. تري بيان، هذاك ماء مفتوح. نزيدوا لها بون هذه مغرفة صغيرة، حنا نديرو زوج مغارف يا اخي اختي نوال. مغرفة انا نحب ريحته. فوالا. دايما نحب يكون في لاباط، نحب يكون في لو سيغو، خاصة يامات تاع
تاع رمضان، ريحه المزهر ولا ريحه زهر البرتقال تخليك تحسي بلي صح كيف هي مات رمضان. صح ريحه المزهر. فوالا اعطيني برك مغرفه نخلطها. انا نعطيك مغرفه. خميره برك نطلعوا. قلت لهم اسحاق باش يجيبوا الخميره. معليش راح يجيبوا لنا الخميره، حنا نخلطوا كامل لي زانغريديون اللي راهم امامكم راكم تشوفوا فيهم. حنا الشاف نجوى حضرت لي بابا من قبل وجابتهم معاها، وهنا كما راكم تشوفوا لا كاسرول اللي راهي فوق النار درنا فيها السيغو اللي راح يترنخوا لداخل باش يتشربوا هذيك الشربات اللي درتي فيها السكر والماء. لا كونتيتي درت انا كيله تاع السكر بصوش كيله تاع الماء، وخليناهم هنا. درت المزهر تاع لاله مريم هنا مع الاخر كي بدا يغلي خلاص رفد الغليه ديالو 10 دقائق، زدنا له هنايا يعني 3 مغارف تاع المزهر. تري بيان. الوغ هنايا هو جينيرالمون يندار بطرونشه تاع القارص، وانتم ديروه كيما تحبوا. يعني انايا قلت لكم نحب ريحه المزهر خاصه في ايام المباركه تاع شهر الفضيل تاع المزهر، خاصه مزهر لاله مريم اللي عنده نكهة البرتقال. رانيا جبتوا لنا الخميره. راهي جايه. اوكي معليش حنايا ما نضيعوش الوقت، وهذا مباشر دائما تعرضوا ننساو حاجه تكون قدامنا ما نشوفوهاش، الواحد راهو صايم ثاني. الوغ حنايا واش نديروا؟ ما علينا غير نحطوه دو كوتي، نتجبدوا اللي راهم حضرين باش ما نضيعوش الوقت. نحطوه دو كوتي نجوا قدامنا ونجبدوا اللي راهم ناشفين ونقول لهم كيفاش نديروهم في الشربات. هنايا دائما اذا كان هو لي بابا كانوا سخونين الشربات يكون بارد. يكون بارد. يكون اوكي بارد. توجور يعني الشربات تكون بارده. الو ها هي المغرفه تاع الخميره راهي حاضره. ولي بابا لي طابو بعد ما خمروا دوك نزيدو نحكوا عليهم راهم واجدين وحاضرين قدامكم. نوريهم برك لاباط كيفاه. فوالا ونطموها بالماء. الماء ما فيهاش لا كونتيتي. طميها بصح ما تجيش لاباط تاعها يابسه، ولا تجي لاباط تاعها حنا نقولها كيما شويه الخفاف شويه جاريه. وانا نقول لكم كيما المسكوتو. فوالا باش تعرفوا، باسكو ما كاش اللي ما يعرفش الموسكوتشو، ما كاش اللي ما حضرش الموسكوتشو، لا تيكستور تاعها تكون كيما الموسكوتشو. فوالا قلت لهم يعني برسك يعني كيما الخفاف. مايها مايها، وبيان سور ماشي تكون مايها حتى خلاص جاريه. وهنايا دائما كيما قلت لكم شربات ديروا فيها طرونشه تاع قارص ولا تاع تشينا ولا مزهر لاله مريم. هنايا راهو سخون والحبات تاع لي بابا راهم حاضرين باردين. نديروا الحبه لداخل. هنا واش راح نشوفوا؟ راح تشرب لو سيغو وتلقاو الحبه تزيد تضاعف في الحجم تاعها. علاش تضاعف؟ باسكو داك الشربات شرباتو. وهنايا هذا هو السر البنه والنجاح تاع لي بابا. كي تكون خفيفه راح تشرب، وكي تكون تشرب راح تجيكم بنينه. نجيب اون كويير انا تاني نعاونك. شوفوا هنايا لاباط كيفاش تكون، تحصلوا على هاد القوام تاع العجينه. ما هنايا نزيدوا لها المغرفه تاع الزبده في الاخير. في الاخير نزيدوا لها تاع الزبده. فوالا نتحصلوا على هاد القوام تاع العجينه، والليمول تاع لي بابا توجور نديروه في هادوما. تري بيان. حتى الليمول تاع السيليكون اللي ما عندهاش هادوما، تاع الليمول تاع السيليكون اللي نديروا فيهم الكعكعات يقدروا يوفوا بالغرض تاع لي بابا. فوالا حنا دوكا كنشوفوهم صغار يعني، هم بعد هما شوفوا كيفاش الله يبارك الله يبارك. وكي يزيدوا يدخلوا داخل الشربات يزيدوا ثاني. فوالا حنا لي مول هادو مول فين نستعملهم كامل يعني بلا ما تدهنوهم بلا ما والو، خاطر وليك كي يكونوا جدد سي نورمال عندكم شويه زبده. فوالا نعمروهم هكذا. واللي عنده تاني لابوش يعني يستعمل لابوش، تجي الخدمة يعني مليحة خير وخير.
لابوش دائما تخلينا الخدمة تكون سهلة. أنا تاني هكذا يعني لابوش خير. كاين اللي يحب لي بابا تاني زيد لهم شي زبيب. أنا هادوك الأدواء أختي نوال. هادوك أدواء فوالا. كل واحد والذوق ديالو. هنا لي بابا بعد ما نعمروا لي مول تاعنا خلوهم يخمروا حتى نشوفوا يعني ضعف الحجم تاعهم. وانتم هنايا ديروا في حسابكم انكم ما تعمروهمش بزاف. اذا عمرتوهم مع الاول فايدين راح يزيدوا يخمروا ويزيدوا يفيدوا. الوغ انتم دائما لو كار اللي هو التلت الفوقاني يكون دائما فارغ ما فيهش. ديروا الحساب الخميره داكوغ هذه هي لازم ديروا الحساب توجو يعني راهي زيت ضعف الحجم ديالها. خلوهم امامنا يخمروا. هنا دائما نديروهم في بلاصه تكون سخونه. قد ما كانت بلاصه سخونه راح يخمروا وما يدوناش الوقت. ودائما نعاود نذكركم لازم الفوق يكون سخون من قبل على درجه حراره شحال. 160 160 عندك يعني حتى 20 دقيقه ثاني وقت الطياب تاعها. وقت الطياب 20 دقيقه. قعدت لنا وحده الاخرى. الله يبارك. هنا عمرنا قدامكم سبعة والكمية مازالها بالغيسيبيون. يعني هاد الكمية هذه راح تخرج لكم شحال مولفة تخرج لك من حبة؟ هيداك شو هاي اللي خرجت 8 8 8 250 غرام تاع فرينة. يعني دوك هاديك عبالك يعني صافي 8 حتى 10 حبات. حتى 10 حبات لان هنا نشوف فيهم عمرتهم شويه بزياده. يو كان نقصنا لهم شويه كيما قلنا. ايه فوالا 8 حتى 10 حبات. 10 حبات فوالا. وثاني سا ديبون المول. كيكون المول ثاني كبير كيكون المول صغير. اذا كان صغير على هذا راح يخرج لنا اكثر. نصحهم يعني بلي مول كبار لا لا خاطر شوفي يديروا هذوما لي مول هذوما. هاملك هادو هما لي مول تاع لي بابا خاطر راهو يزيدو يضعفو يزيد يدير مول كبير. صح. الو حنا واجدين من قبل راهم واجدين نجوا راهم واجدين نجبدوهم نحطوهم فوالا. حنا دائما معليش نروحوا يعني الخطوه الاخيره ونعاودوا نولوا. يعني نورمالمون نبداو هكا ونحبطوا. حنا معليش نروحوا لتحت ونعاودوا نطلعوا باش كامل ضيعوا وقتكم. فهنا هذه الخطوه شفتوها اللي هي كانت تحضير تاع العجينه ونخلوها تخمر. بعد ما تطيب على درجه حراره 160 نخرجوها تولي كيما راكو تشوفوا. نعاودوا نحطوها في سيغو كيما راكو هنا ثاني تشوفوا ونخلوها تقطر. نتحصلوا على هذه اللي راهي في الكوب اللي حاضره واجده باش نديروا لها لا ديكوراسيون تاعها وتولي بيان سور نقدروا نقدموها سيغ بلاس. هكذا هاملك لي بابا تاعنا. حنا دوكا كاين لي يستعملوا لا كريم باتيسير من تحتها وحنايا درنا لي فخوي. فوالا اختي نوال صافي نديروا لي فخوي. هذاك مغرفه ولا عندك مغرفه؟ عندي هذه. نديروا لي فخوي تاعنا. انا درت البنان درت لا فريز ونزيدوا الكيوي. الفاكهه اللي عندكم الفاكهه اللي عندكم فوالا نحطوا لي بابا تاعنا فوالا. منها سالاد دو فروي منها ان ديسير يعني 3 اون ان. تزيدي لا شانتي من الفوق. يعطيك الصحة نجوى غيتشهي. الله يسلمك. والله ما شاء الله وحدة تكفي يعني راح تقنع وتشبع. وش رايك بها؟ ها تشهي منها لي بابا منها سالاد دو فخوي منها سالاد دو فخوي. احنا واش نقول لهم؟ قول لهم كما شفتوا تحضيرات كامل فوالا يعني مسبقه خطوه بخطوه ما ضيعنا لهمش حتى
دقيقه من وقتهم ان شاء الله يعني ويجربوها وان شاء الله تعجبكم. فاصل شويه طويل ما نقولش قصير باش تشوفونا حاضرين وواجدين الاطباق ثلاثه اللي دارتهم شاف نجوى على طاوله التقديم. عاودنا ولينا لكم بعد ما كملنا الأطباق اللي حضرتها الشيف نجوى أمامكم، راهم على طاولة التقديم كيما راكو تشوفوا باللمسة الرائعة اللي تشهيكم، وإن شاء الله تخليكم تجربوا هاد الأطباق. ونقول لك الشيف نجوى يعطيك الصحة. الله يسلمك. كفيتي ووفيتي. الله يسلمك. ذكري اللي راهم يشاهدوا فينا الأطباق اللي حضرتيها. يعني حضرنا مع الاول طبق رئيسي تاع الطاجين الزيتون بالغولي يعني غوفيزيتي، درنا الخبز تاع الشاورما يا اخي درناه كامل قدامهم وشفنا كيفاش درنا لاباط وكامل يعني الميني شاورما، ورحنا التحلية درنا لبابا، لبابا اللي يحبوها كامل في سهرة رمضان تكون باردة وتكون يعني مشربة، يعني وان شاء الله يجربوا الاطباق وان شاء الله يعجبوهم ويعطيك الصحة. يا يسلمك. ألوغ حنا كيما شفتوا الأطباق اللي كانت مالحة وحلوة تليق لمناسباتكم سهراتكم يعني حتى قعدتكم ولمت حبابكم. نجوى كلمة أخيرة اللي تقوليها. يعني يعطيهم بون يعني إن شاء الله يجربوا الأطباق هذوما الاقتصادية والسهلة وإن شاء الله يعجبوهم وينتظرونا إن شاء الله في الحلويات إن شاء الله تاع العيد إن شاء الله وصحة فطوركم وصحة رمضانكم. قناة تاني نقول لك صحة فطورك وصحة رمضانك وكل عام وانت بخير. كما نزيد نقول لكم انتم تاني صحة رمضانكم وصحة فطوركم وكل عام وانتم بخير وعلى خير وأوفياء لينا القناة اللي دائما إن شاء الله نتمنى أنها تكون قناتكم المفضلة لأن دائما نسعى وأن نمد لكم الأفضل. كما شفتوا اليوم كملنا الوصفات، انتظرونا إن شاء الله غدوة دائما في حصتكم الأيادي الذهبية بأيادي وأنامل جزائرية شرفتنا ورفعت رايتنا اللي هي راية الوطن الحبيب الجزائر. ما عليا غير نقول لكم شنو نقول لهم؟ قال خير. قال خير.